حياكم الله أحبتنا متابعي ومشاهدي المنصات الرسمية اللي خاصة بمؤسسة شهداء والبيج الرسمي اللي خاص بمؤسسة شهداء اللي هو رئاسة الوزراء مؤسسة شهداء. اليوم احنا وياكم من جانب الكرخ، يعني تقريبا سنتر منطقة البياع للاستدلال على مديرية شهداء الكرخ. هذه المديرية من المديريات المهمة من دوائر الدولة واللي خاصة برعاية ذوي الشهداء. مديرية شهداء الكرخ الآن بعد ما تم انتقالها من منطقة الكاظمية إلى منطقة البياع، هذه المديرية تهتم خاصة بشريحة شهداء النظام البائد وشريحة شهداء الحج الشعبي. الآن نحن في سنتر منطقة البياع، هذه تعتبر أو ما تسمى بإشارة البياع. إشارة البياع باتجاه جامع أم الطبول، يعني الإشارة تكون خلفكم باتجاه جامع أم الطبول، هذا الاتجاه اللي يؤدي إلى منطقة اليرموك أو جامع أم الطبول. بعدها نمشي تقريبا 200 متر راح تصير المديرية مالتنا على اليمين، وأيضا هذا الجانب اللي هو جانب منطقة حي العامل اللي يجي من حي العامل، أيضا راح يجي من حي العامل وبعده يستدير يسارا باتجاه المديرية. والجانب الآخر اللي هذا الجانب اللي جاي من تقاطع الأسد، هذا نعتبره اللي جاي من تقاطع الأسد أيضا يمينا، أيضا همنا يؤدي إلى مديرية شهداء الكرخ. خليكم ويانا إن شاء الله راح نوصل إلى المديرية. أحبتنا الآن وياكم بالاتجاه إلى مديرية شهداء الكرخ. يعني مثل ما ذكرنا بداية الفيديو مالتنا أنه الاتجاه من تقاطع الإشارة جه إلى جامع أم الطبول، كأنما متجهين إلى جامع أم الطبول اليرموك، فالمديرية راح تكون يمينا. يعني هذه أكو جامع، جامع أم البنين اسمه، هي مجاور الجامع بالمباشر. هذه مديرية شهداء الكرخ، هذه بناية أبيض وجوزي، وهذا الزجاج مالتها يكون باللون الأزرق. نعم أحبتنا، إحنا الآن من مديرية شهداء الكرخ اللي دلينا عليها قبل قليل واللي نوهنا عليها أيضا. هذه المديرية مثل ما ذكرنا أنه تستقبل شريحة شهداء الحج الشعبي وشريحة شهداء النظام البائد، بالإضافة إلى معاملات البدل النقدي لكافة الشرائح. يعني اللي مقدم على البدل النقدي للنظام البائد، واللي مقدم للبدل النقدي على ضحايا الإرهاب، واللي مقدم للبدل النقدي على شهداء الحج الشعبي يراجع بهذه المديرية. أما شؤون ضحايا الإرهاب فراح يكون في منطقة الإعلام اللي هي قسم ضحايا الإرهاب. لمشاهدة المزيد زوروا المنصات التالية.